صراحة عن التشبيه والحصان، إذا جيت تشبي يحوس الدنيا. أنا طبعا قبل كم يوم أصلا مشبي بحصان عندي. الحصان يتحكم فيه تحكم حقيقي، يشم الفحول أو يشم الأفراس، من حقه يذكره، من حقه يحتر، من حقه يهبد، من حقه يطلع صوت، من حقه يلعب. بس اللي يصير انك لما توزنه 70% من الخطوره تروح لانك متحكم فيه، بحيث انه اصلا مو بس تقدر تدق ريوس في اي لحظه، هو لو زاد في محاوله فعل الشيء دق ريوس اصلا. فينطبق عليها موضوع الزفلت والامور هذه، 70% من الخطوره تروح انك متحكم فيه خاصه في الجوت. فلما يجي يشبي صار موزون الحق يشبي، لكن الوزن الصحيح يخليه قام يطلع الفرس او قام يروح الفرس، لو بالغ في انا رايح الفرس الحين ماسك رايح الفرس، لو بالغ في محاوله الروحه بدق ريوس اصلا. مو كلام، فعل، لان قبل لما جيت اشم شم الفحل لو بالغ بالروح يدق ريوس، قبل لما قرب من الافراس لو بالغ في الروح يدق ريوس، قبل لما يخاف من شيء معين قرر ينطلق دق ريوس. فقبل تشبيه الحصان اثناء خوفه من اشياء معينه واثناء رغبته في اشياء معينه زي الخيل والافراس، بصبعك تحكم فيه. فلما تجي تشبي مو بشيء غريب عليه انك تتحكم فيه في حاله صعبه، لانك تحكمت في اوضاع اصعب او مقاربه للصعوبه. لكن لما الحصان 70% من وضعك قبل التشبيه فقدان تحكم، كل ما خاف حاسك، كل ما جاء عند الخيل حاسك، كل ما جاء عند الفحول حاسك، ولما جاء عند يشبي طبيعي بيحوسك زياده. فينطبق عليها النقطه الثانيه اللي تكلمنا فيها، الموضوع قبل تشبيته كان مقيود غلط، واثناء تشبيته قاعد تعسر، قاعد تستعمل مع القوه او قاعد ترخي زياده، وبعد ما يتفلت يحصل على مريض اللي هو طلع على فرس شبه. فقبل واثناء وبعد التشبيه حصلت اخطاء معينه، ان لم تزل هذه الاخطاء اثناء الجود لن يتحسن، وحتى لو ما خرب لن يتحسن، يعني سيستمر على ما هو، طبعا هو عادة بيخرب، لكن لو ما خرب استمر على ما هو عليه. كيف يتحسن؟ لابد من التعامل الصحيح قبل واثناء وبعد التشبيه. لابد يعرف ان قبل ما يشبي انا مقاوده صح، اثناء التشبيه اثناء محاوله السحب للفرس بتعامل مع التعامل صحيح، اثناء طلوع على فرس والنزول بتعامل مع التعامل صحيح. الحصان قد يشبي عندي فتره، الحصان طبعا عارفه معرفه تامه، حصاني وعاشفه يعني براش ما ارد على الفحول وارد ارد على الفرس، والمقاطع موجوده. جبت الحصان عند الفرس اللي بشبيها برشمه، انا طبعا بس اشيك على مدى جهوزيه الفرس وشياعها، الفرس مشيع جاهز من حصان تشييع، بس قلت بتاكد، بس قررت من الحصان بعيد، فرشه جاهزه، انا ماسك حصان بالرشمه مو بكذا، يعني هو الفرس قدامه مو ماسك الحصان بالرشمه وعكس اصبعي كذا، لا اصبعي جهتها، ماسك الحصان بالرشمه واصبعي جهتها، لما يحاول يروح دقريبس ماسك بالرشمه فقط. طبعا مو شيء غريب انا عارفه. اللي يصير انك لما تتحكم بالوضع هذا برشمه او عنان او حبل، كل سنه بجيب عنده فرس بوقفه وبدق ريوس بتحكم فيه، ثم بعطيه العنان واقول له تشب تفضل. اثبت لاني اقدر اوقف قبل التشبيه، ثم لما يجي يشبي افك العنان تماما، يا اخي مره واخليه يشبي، ما ابغى يشبي وانا وازنه عشان ما يربط بين الوزن والتشبيه. لما صار يطلع ويشبي وياخذ راحته وانت وازنه، وين راح وزنك اجل؟ اذا قدر يسوي الحركات ذي كلها وانت وازنه، معناته باب اولى بكره يسويها فيك وانت راكبه مع الفرس. محاولته انه يطلع على الفرس بتخليه يدق ريوس. عقب ما اثبت له وعرف انه يتحكم فيه قلت تفضل شب. طبعا بما اني عارف الحصان مره كان في بالي فكره معينه انه يسويها، لو تصير سويتها بالحصان هذا. الحصان لما تتعامل مع تعامل صحيح تقدر تسوي اللي سويته في الركوب في الجود، وتقدر تسوي اللي سويته في الجود بلغه الجسد، زي ما سويته في المقطع مع الحصان والسيسيه لما قاعد تردها عن السيسي او البونيه البدوكي لما قاعد ترد الفحل عنها. فعندي تاكد اني اقدر ادخل الفرس عليه البدوك واتحكم فيه جسميا، ثم اعطيه فرصه يشبي بدون ما يكون حتى عليه رشمه. بجرب الحصان ذاك، لكن كنت بجرب الحصان هذا ونجحت بالفعل. يعني بوتيك انت عارف اني واثق بالبوتيك اكثر من هذا، لكن كنت بجرب. طبعا الفرس كانت جاهزه مره، وانا ضد تربيط الفرس، ما ابغى اربطها، خاصه اني ابغى اربطها وافكها مشكله. فدخلت فرس جاهز تماما، دخلت الفرس على حصان البدوكي. طبعا زي ما قلنا 90% من الخطوره اللي ممكن تصير هنا قضيت عليها، لاني بالرشمه ادق حصان ريوس دون رشمه، دخل عليه الفرس اوخر عنها، يجي اوخر عنها، يجي اوخر عنها، ثم اوقفه ولا مزه هي معي، ثم اعطيتها اعطيت حصان قطعت الفرس وخرت بس مسكت. هي جاهزه مره عشان ما تضرب، انا خايف عليها هو، بس انها جاهزه مره فتوقعت انها ما تضربها. ما خلى شيء الا سواه، شمها يمين شمها يسار، شيعها صح، طلع صح، شبه صح، نزل صح، وما دخ ما طاح. شبهها اول يوم مرتين وشبهها ثاني يوم مرتين. الموضوع كله ما اخذ ربع ساعه تقريبا، ما انا اسولف مع اللي جنبك. ولا صقله ولا عضه. يعني الفرس ما ضربته ولا ضربته. 90% من المشاكل اللي حاصله مو بس قضيت عليها، قلبتها لشيء طبيعي جميل. طبعا هذا الطبيعه، الخيل بطبيعتها في البر، هذه طريقه التشبيه.
فرص تكون جاهزة، ثم تعطيه فرصة ثم يشبيها إذا رضت. اللي يصير انك طبعا صعب تطبق الشيء ده في وضعنا الحالي، انت لما تقول بطبق الطبيعة او بفك حصاني مع بعض بدور بيكسرون بعض. تبغى تطبق الطبيعة فك حصان مع الفرس في بر، في الطبيعة تقدر تنحاش عنها لو بغت ثم تجي. اما تحطهم في بدوك 6 6 تقول طبيعة بيكسرها بتكسره. انا ما ابغى اطبق الشيء ده، بس قلت ابغى اطبقه. ايش سويت؟ فكيته هو وهي مسكتها طب بحوسنك، لا ما ادري حوسنك، انا بجسمي اخليه يوخر عنها لو بغيت. طبقتها في الركوع ثم طبقتها في القوة ثم طبقتها في بدوك، فضمنت ان الحصان ما يعور الفرس مجرد اني اجيه واخر. نفس الوقت ضمنت ان الفرس ما تعور الحصان عن طريق عند التربيط او الترويش عند بعض الناس، او في الحاله دي ضمنت انها شايعه مره فرس قاضيه تبي. فقلبت اقبح شيء في عالم الخيل في نظري اللي هو انك عاسر الفرس ونفس الوقت حايس الحصان حايسك، الى ما ابغى اقول شيء اجمل شيء او شيء جميل، لكن الى شيء طبيعي قريب جدا من الفطره. فالحصان اثناء التشبيه يحوزك، معناته في القوت مقاود غلط، وفي الركوب مركوب غلط. لا يا اخي ماشي معي مضبوط، زي ما قلنا لما يقول ماشي معك مضبوط او قصدي ماشي غلط، هو معناته قصدي انه غلط قد انطلق. لو بغى ينطلق ينطلق، لو بغى يحوسك يحوسك. والدليل انه يوم جت الفرس واللي هو يعتبر اول اختبار لحاسك، كونه ما سوى شيء في القوت ما يعني ان شاء الله صحيح، بقدر ما يعني انك ما عرضت الحصان لاختبارات معينه. لكن لما يكون طريقتك انك تعرض الحصان لاختبارات اصلا اقوى من التشبيه او مقاربه للتشبيه في اول يوم، تودي عند الخيل ترده، تخوفه وترده، مو بشيء جيد عليه انك ترده عند الافراس. فطبيعي انه بيوزن، ولما يحصل الشيء ده بتلاحظ العكس، بتلاحظ ان الحصان يسوي نفس الحركه اللي تبغاها، العنفوان اللي هو بس بشكل جميل. قارن بين الحصان المحتر اللي انت عاسره او راكبه خطا، وبين الحصان المحتر اللي انت راكبه بشكل صحيح. لاحظ هنا عنفوان جميل، بينما لو كان نفس الحصان مركب خطا عنفوان قبيح بشع. خاصه عند اللي يفهم في الخيل او يعني فاهم نص فهم في الخيل. من تطليع الحارة بشكل إيجابي صحيح يصير جمال عنفوان شيء حلو في الخيل، جمال قوة، لكن يطلع بشكل سلبي قبيح، شيء بشع إنك طالع خاصة كنت تركب ركوب صحيح. فهذا ينطبق عليه فكرة لما أقول لك السيارة خربت في الطعس أو في البر. ما خربت في البر، هي خربانة هنا، بس الخراب ما بان إلا في البر. من أقوى اختبار أنت عرضت لها هو البر، ما قد وديت اختبار أقوى، لأنكم ودي اختبار ثاني خربت. ف أثناء وقبل تشبيته مقيود غلط، فطبيعي بيستمر يخرب أو يستمر كما هو عليه. أثناء محاولته للروح على الفرس نجح، كل ما سحب قتلك راح ركب وشب، فسيستمر هدفه يحصل عليه دائما. والسبب اللي يخليه يسوي الحركة مستمر، أوقف ليش؟ لكن لما السبب اللي يخليه يسوي الشيء زال، قوتك صح، وأثناء محاولتك للتفلت قوتك صح، وهدفك اللي هو بتشبي غصب ما حصل، بالعكس انك ما تشبي لو اصرت باوزنك وبدقريبس. يبدا يقول اتفلسف ليش؟ اللي يخليه يستانس زياده انك لما يقول اتفلسف ليش يقول تفضل يا شبي، وهذا اقرب طبيعته. وانا لما جربتها لاحظتها الحصان لدرجه انه يشم الفرس يمين يشم الفرس يسار، ثم يطلع قدام يعرض حالك على تسوي حركه الفحول اللي تسويها، ثم يدق ريوس الحصان يجي قدام، هي طبعا ماسك انا وهو هناك، انا موجه الفرس وراها، يمشي قدام يعض حركها يعض يدينها ثم يدق ريوس ثم يطلع يشنب يشبيه. ثم يدور من نفسه، هو ممسوك ما حتى معي رشمه، يدق ريوس الحصان ثم يركبها. شيء عجيب. اكيد طبعا ثقه الحصان لها دور وتدي لها دور، بالنسبه للوضع هذا استثنائي، بس بما ان الشيء ينشاف ممكن تطبيقه، صح انها تختلف من الحصان لحصان كدرجه، من شخص لشخص كدرجه، بس بما ان الشيء يطبق اذا ليس مستحيل. فهذا يؤكد ان عاده 80% من الخيل لما تحوسك حوسه واضحه حقيقيه، طبيعي انه بيشبي بيحتر طبيعي، بس قصدي انه يحوسك بشكل واضح جدا، 80% من اللي حاصل من الجود. طبعا لا مو من الجود طبيعي، لان 70% من اللي يقودون في الحاله دي وقودهم خطا طبيعي وكلام ان الشغل صحيح. لكن لما زي ما قلنا ال 20% او 30% الباقيه، صح انها كنسبه اقل، لكن ما قالوا لك شيء خالف ال 70%، وروك شيء خالف ال 70%. واي حصان مركوب بشكل صحيح حتى في الطرق الاخرى، صح انه يكون فرق شاسع بينه وبين الطريقه العربيه والطريقه الاصح، لكن في الحاله هذه في الوضع هذا، لكن تلاحظ انه حتى لو شنع يشنع موزون، حتى لو اصر يصير موزون. اما الحصان يتلك من البايك يركب الفرس لين يخلص، لا تلوم الحصان تقول لي قوي، لا تلوم الادوات، تلم نفسك، لم رده فعلك. لا تلوم ولا تمدح الحصان او الادوات، لم وامدح نفسك او رده فعلك. الحصان القوي حصان حار، مو قوي مو حار، محيوس منهم. الحصان الضعيف البارد مو ضعيف مو بارد، موزون منهم ضابطينهم. فاذا صار قال لك حصان قوي حصان حار، اعرف انه مركب خطا، مو قوي ولا حار، قد يكون قوي حار ما له دخل يعني. وحصان بارد هادي مو بارد وهادي موزون مركب صحيح.
هذا ينطبق على النقطة اللي قلتها، اللي موضوع انه اذا كان العيب لهم قالوا انه مو بزين الحصان، اذا كان زين لهم قالوا انه زين الحصان لكسب الزباين. فهذا رأيي في النقاط هذه، وانا مبسوط.